هذه زوجة الشهيد رؤوف، رؤوف بن طاهر. هذه زوجتي، مرأة مزيان صغيرة بريئة، أخزر الوليد نتاعو عمره عام، يعني مشى يلقط يجري على لقمة العيش، يقتلوه بالرصاص الحي، وين يضربوه في كتفه، جريمة قتل، جريمة قتل. عليه عليه الظلم هذا، عليش؟ شكون ضربه؟ ضربه ملازم، ملازم هذا، الملازم هذا سكران أمس، يعني يوم السبت، ضرب بالرصاص الحي في بن عروس، جاه أورد باش يهبط اليوم للرقاب ويهبط لها سكران ويضرب بالرصاص الحي، وهذا كمالة الخامس، معناه شيباني مات، شيباني مات، ومات اللي محمله وقت اللي استشهد رؤوف، محمله يضربوه يزيدوا يقتلوه، وثلاثة أخرين، معناه خمسة قتلى يوم الأحد، خمسة قتلى ليه الظلم.